الأخوة الأخوات القديسين في المسيح يسوع، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السلسلة بتاعتنا. نرجع تاني للدراسات بتاعتنا. هناخد احنا شاهدنا في الحلقة 104 مهزلة تقسيم كتابات الآباء إلى ثلاث درجات: موثقة وسكورية اللي هي مشكوك فيها، وكتابات ثبت عدم صحتها إلى فلان، يعني باختصار كده مزورة يعني دوبيا، ماشي كده. وفي نفس الحلقة شفنا مدى مصداقية وكانت ضعيفة جدا كتابات القديس الشهيد هيبوليتس، ماشي كده. والحقيقة نظرا انه شخصية مهمة جدا جدا يعني عند التقليديين، خاصة الكنيسة القبطية، فلازم ناخد شوية عن شخصيته وعن كتاباته. فدي هتاخد الحلقة بنعمة ربنا ديت والجاية، واتمنى نخلص مع الجاية حتى ولو اخدنا يعني مش كل حاجة. بس مبدئيا احنا شفنا ان كتاباته تساوي من ناحية المصداقية صفر. ليه؟ لان الاصول ضيعة، فهي كلها دوبيا تترمي في الزبالة يعني، ماشي كده. ف واني اتعجب اشد العجب، ولعلك طبعا يا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة تتعجب معي من في الحلقة 105 مكلبشين في الدوبيا المزورة وسايبين كلمة الله الحية المحيية الباقية إلى الآن بآلاف عشرات الألوف من المخطوطات، لكن هما متفهمش أهو زي ما قلنا في حلقة 105 بيرفضوا معرفة الحق، فبيحصل إيه؟ ربنا بيسيبهم يصدقوا كده، يصدقوا كده، فهم بيصدقوا كده. نظرا لأهمية كتابات هيبوليتس المسماة زورا قوانين الرسل، ولا كتبوها الرسل ولا جم ناحيتها، والتي هي من أهم مصادر في طقوس مع الأسف الشديد الكنيسة القبطية، فلابد أن نعطيها حقها في البحث والدراسة. ليه بقى؟ لعل المشاهد العزيز يدرك، يستنير ويدرك مدى الأكذوبة اللي هو عايشها، ويعيد نظر في ما يمارسه وما الكنيسة عمالة تحشي في دماغه، وهو أصلا كلها إيه؟ دوبيا مزورة، ماشي كده. في هذا احنا خلصنا موضوع مصداقيته في الحلقة 104 وشفنا مصداقيته الصفر. في حلقة اليوم هنتناول ثلاث نقاط بخصوص هيبوليتس وكتاباته، وهي: من هو هيبوليتس وما هي كتاباته، وما هو فكره اللاهوتي في موضوع واحد يعني، بس موضوع مهم يعني، ماشي كده. ونشوف بقى التزوير، ونشوف بقى لما يحبوا يخففوا على واحد حاجات، ولما يحبوا يثقلوا على انسان حاجات. هاخد النقطه نمره واحد واثنين مع بعض، اللي هم من هو هيبوليتس وما هي كتاباته، وهقرا من موقع تكلا، ماشي كده. هيبوليتس ده الروماني، وعلى فكره من ضمن البلاوي يعني ان هم مش عارفين اصلا مولود في حته، بيسموه الروماني، والبعض قال لك لا ده في اسكندريه، ومش واصلين للحل، وهنقرا ما هو يعني أسوأ من هذا يعني مهزلة. هيبوليتس أو أبوليتس بيسموه 170 إلى 235، نقرأ من موقع تكلا. يقول لك إيه نمرة واحد كده، أول القصيدة كفر. يوجد خلاف كبير بين الدارسين يلاوي بخصوص شخصية هيبوليتس والكتابات المنسوبة إليه. شفت برضو وهم في وهم، ما عندهمش اي مصداقية في اي حاجة. نكمل. توجد روايتان، مش انا اللي بقول، هم اللي بيقولوا، عن سيرة هذا الشهيد، وهنشوف ازاي بقى شهيد. الاولى الواردة في التاريخ الروماني، ماشي يا عم، انه كان ضابطا ومسؤولا عن القديس لورنس اثناء حبسه. تأثر هيبوليتس بالقديس فامن وتعمد، وبعد استشهاده ساعد في تكفينه ودفنه، وبسبب ذلك أحضر طبعا هيبوليتس يعني أمام الإمبراطور الذي وبخه على إهانة الزي الرسمي وأمر بجلده، وكان معه 19 مسيحيا ضربوا حتى الموت، ثم حكم على القديس بتمزيقه بواسطة الخيل، فأحضروا حصانين من أشر الخيل وأعنفها وربطوهما بحبل طويل ربطوه في رجلي القديس. انطلق الحصانان يجران القديس فوق الأرض والحجارة حتى تغطت الطرق والأشجار والصخور بدمائه، وكان المؤمنون يسرون وراءه يمسحون هذه الدماء بمناديلهم ويجمعون أشلاء
أشلاءه ولحمه المتناثر حتى أسلم الروح، كان ذلك سنة 235. دي الرواية الأولى. طبعا الحقيقة لو الرواية الأولى بالمنظر ده بقول المفروض ما لحقش يكتب حاجة. هذا ستارت ده الرجل ايه تأثر وعرفش ايه ويدوبك الحكاية كان واحد ماشي كده ده سايب كتب ملهاش أول ولا آخر، يعني منسوبة لي أنا متأسف. ماشي كده. القصة الثانية وهي الأقرب إلى الحقيقة، ده موقع تكلي بيقول كده. طب ما هي طب اخوانا اديني حاجه بجد امسكها، حاجه يعني اديني حاجه بالعقل كده. ده يبقى ده اذا الرومان قالوا قصه، يعني القصه تبين ان هو ما يلحقش يكتب كل الكتابات دي. يعني القصه الثانيه وهي الاقرب الى الحقيقه، يعني تقول انه كان كاهنا رومانيا، حاجه ثانيه خالص اهو. عاش في اوائل القرن الثالث حوالي 170 ميلاديه، وبيقولوا لغايه 237 ماشي. وكان رجل علم، ومن اهم كتابات اللاهوت في ومن اهم كتاب اللاهوت في الكنيسه الرومانيه القديمه الاولى، ومن المحتمل ان يكون من المحتمل ان يكون تلميذا للقديس إريناوس. من ما جبتها منين يعني؟ هم طبعا يشوفوا زمن ده وزمن ده يقول لك اه ينفع يبقى تلميذ لي يعني، اذ كان مدينا له في اللاهوتيات كما يظهر بوضوح في تعليمه عن الخلاص. ماشي يا عم موافق. السؤال بقى الله يخليك، انت هتحب تاخد انهي واحده؟ نمره 2، تصور لو في شخصيه في الكتاب المقدس ذات اهميه ووزن، زي مثلا موسى، يشوع، يوحنا لو جينا في العهد الجديد، بولس، بطرس، والهزل ده حوالين شخصيته بالمنظر ده كنا عملنا ايه؟ ماشي. وبعد كل ده سايبين الكتاب المقدس وعمالين بيجروا ورا الدبيه. نكمل برضه تبع شخصيته وكتاباته. صدامه، ايوه احنا دخلنا في الجد قوي بقى دلوقتي، مع الاسقفين زيفرينوس وكاليستوس. ده انا هقرا برضه من موقع تكلا بيقولوا ايه. وجد ده هيبوليتس بقى، وجد نفسه في خلاف مع الاسقفين زيفرينوس وكاليستوس، بيقول عليهم باباوات، كذب، لان كلمه بابا ما دخلتش الكنيسه الكاثوليكيه في روما يعني قبل القرن السادس يعني، بس من باب يغسلوا دماغه الناس ان في باباوات من القرن الاول والثاني كده. ماشي نعدي دلوقتي. وجد نفسه في خلاف مع الاسقفين كذا اللي بيقول عليهم باباوات، اللي هم مين بقى؟ زيفرينوس وكاليستوس. عارض بقى هيبوليس، ما شاء الله عليه، هيبوليس ده ما كانش له اي مكانه يعني ممكن تقول في الكنيسه اكثر من مؤمن، لو قلنا انه مؤمن يعني. عارض زيفرينوس اللي هو الاسقف اللي يعتبر بمثابه البابا دلوقتي، يعني هو كان بيبقى اسقف واحد للكنيسه كلها اللي هو بيقولوا عليه دلوقتي البابا، يعني اسقف روما. هو ده عرضه كده، عارض الاسقف، ما شاء الله عليه. تصور لو انت عرضت البابا وقعتك بيضه يعني، مش كده؟ ما عادي، لانه من وجهه نظره كان بطيئا في كشف الهرطقات، مش شاف شغله كويس الراجل ده، وضحضها لدرجه بقى ان هيبوليتس اتهمه بالهرطقه، يعني واحد من الشعب اتهم الاسقف اللي هو بمثابه البابا دلوقتي، بمثابه البطرك حضرتك دلوقتي، اتهمه بالهرطقه ومخالفه التقليد الكنسي لتهاونهم على الهرطقه. طبعا ده لو كان في مصر وعمل كده كانوا بهدلوه، كانوا هم اللي سحلوه بالحصانه. واصطدم القديس هيبوليتس مع كاليستوس، كاليستوس بقى كان شيخ في الكنيسة الرومانية، فهو اختلف بقى مع الاثنين، مع الأسقف ومع الشيخ، بخصوص شخص المسيح وطبيعة الكنيسة والغفران، بخصوص حاجتين. فمن جهة شخص المسيح هيبوليتس كان مفكر، أنا موافق يا عم، واعترض على الأسقف اللي بيساوي البابا في دلوقتي يعني. يميز هيبوليتس بين ثلاثة مراحل في الكلمة الإلهي، هو العقل الذاتي في ذهن الله، دي مرحلة واحد، والكلمة المنطوق به لإتمام الخلقة، دي نمرة 2، والكلمة المتجسد يسوع المسيح، وده المرحلة الثالثة. وقال بأن الكلمة المسيح متميز عن الآب بطريقة بها اتهمه كاليستوس اللي هو كان شيخ في الكنيسة بأنه يعتقد بوجود إلهين. اما من جهه طبيعه الكنيسه والغفران كان متشدد قوي بقى، وهنشوف ليه كان متشدد يعني. اراد هيبوليتس كنيسه طاهره، قال لك اللي يغلط بره. فكان سائرا ضد المغفره لمن يخطئ خطا خطيرا بعد المعموديه. ايه بقى الخطا الخطير ده؟ يعني زنا، ده من عندنا لان دي اللي قريته كذا مره، يقول لك جايز يقصد الزنا او القتل او الارتداد مره ثانيه. قال لك دي ملهاش غفران، ولو عملتها تتقطع بره الكنيسه تماما مع السلامه،
ده مين ده؟ القديس الشهيد هيبوليتس. لكن كاليستوس وزفرينوس ما كانوش بيؤمنوا بكده يعني، كانوا بيقبلوا الناس مره تانية. نتيجه الهيصه دي بقى عمل ايه؟ استقل هيبوليتس وانشا كنيسه مستقله. ما شاء الله، كنيسه مستقله تولى رعايتها. انضم اليها كثيرون منهم شرفاء، فصار هيبوليتس وعملوا اسقف، اول اسقف روماني منشق ما شاء الله. واعتبروا ان كاليستوس، بقى حصل ايه بعد زفرينوس لما مات؟ كاليستوس بقى هو الاسقف، اللي يساوي البابا يعني، اكبر راس في الكنيسه الرومانيه روما ساعتها. واعتبروا بقى ان كاليستوس بقى ايه، هو اسقف اتباع مدرسته فقط، بينما هو بليسس اعتبروه بقى ده الاسقف بتاع كنيسه روما كلها. ده يعتبر ده ها، ده يعتبر تمرد صح كده، تعتبر ثوره ماشي كده. تصور لو ده حصل في مصر، يا لهو على اللي هيعملوا فيك. نكمل بقى، انا كده انتهى كلام موقع تكلا ماشي كده. في كتاب انجليزي ليت في كلام اكتر، فاجيبه لكم، وهبحط برضو ايه اللينك بتاع الكتاب الانجليزي. في حاجات بقى لانهم عايزين يعملونها في مصر يعني قديس وبتاع، لان كل كتاباته بقى مرجعيه بالنسبه لهم، فلازم يعملوه قديس ويعملوه حاجات زي كده يعني. فهعملوا ايه بقى؟ فانا هقرا الاول الانجليزي وبعدين اقول لكم هم حبوا يخففوا منه ويعملوه زي قديس وشهيد وايه سبع. بعد وفاة زفرينوس خلفه كاليستوس أسقف روما، حيث قام بقى ما شاء الله على كاليستوس ده بحرمان كل من سابيليوس وهيبوليتس، حط الاثنين. إذا هيبوليتس متمرد ومحروم، ومين اللي رسمه أسقف؟ ده راجل متمرد، فأدي الشخصية. ده لسه في بلوى تانية جاية في السكة، ده هيطلع هرطوخي كمان ماشي كده. يبقى إيه؟ الراجل حرمه، سابيليوس حرمه بسبب افكاره، ومن ناحيه شخص المسيح، ومن ناحيه ايه طبيعه الغفران، لان كاليستوس كان بيؤمن ان الناس تيجي ممكن يتحط عليها ما يسمى عندهم بينانس يعني، قانون عقوبه او قانون توبه توبه، وبعد كده يتقبلوا في الكنيسه تاني. انا هقول دلوقتي تعليق لغايه لما اخش في اللي بعده. تعليق: كيف يمكن الوثوق بكتابات لها اهميتها بهذه الدرجه في الكنيسه القبطيه، بينما الكاتب نصب نفسه اسقفا بالدراع رسميا في وجود اسقف اخر تم تنصيبه رسميا، بل تعتمد على كتابات شخص تم حرمانه من الاسقف او البابا الرسمي في الكنيسه في وقتها ماشي كده. ادي نمره واحد. الكلام السابق بخصوص حرمان هيبوليتس في كتاب هحط ايه اللينك بتاعه. سبب الانشقاق كما يذكره الارثوذكس، يعني هو انشق ليه بقى؟ تهوين السبب عند الارثوذكس بيقول لك: كان القديس ذا غيرة ورأى أن الأساقفة الثلاثة ما شاء الله، دول ثلاثة يعتبر زي ثلاث بطاركة دلوقتي أو ثلاث بابوات، متساهلين أكثر من اللازم، وقال لهم ده أنتوا هرطقة. هنقرأ من كتاب الأب أثناسيوس المآري التقليد الرسولي لهيبوليتس صفحة 15 و16، كاتب إيه بقى؟ شاك شوف الكلام الحنين، ها؟ لما يحبوا يعدوها يعني. وقف القديس هيبوليتس موقف المعارضة من ثلاثة باباوات، ما شاء الله، يعني حاجة منتهى الاحترام، ما عجبه الأولاني ولا الثاني ولا الثالث، مع أنه بقى الثاني حرمه لكنيسة روما، وكان معاصرا لهم، اللي هو من بقى كاليستوس وأوربانوس وبونتيانوس، بسبب تساهلهم مع التائبين والراجعين من الهراطقة، من الهرطقة سوري. شاب بيخفف ازاي؟ فاجتمع حوله جماعة تحمست له واعتبروه أسقف روما. وفي بقى الثاني، التاني ده حرمه، كاليستوس حرمه، لا، فبقى واحد اسقف رسمي والتاني اسقف محروم، حط هو حط نفسه والرسمي حرمه ماشي، منفصلين عن كنيستها الشرعيه. لذلك يصف علماء الكنيسه الكاثوليكيه هيبوليتس بانه اول بابا مضاد، بيسموه انتي بوب. انا مش هدق دلوقتي على كلمه بابا ولا اسقف، انت فاهمين يعني. وحدث ان نفي هيبوليتس مع البابا الشرعي اللي هو نمرة الاخر في واحد فيهم اللي هو بنتيانوس الى جزيره سردينيا، ما اعرفش ايه السبب ان هم يعني اتنفوا، وهناك تصالحا معا سنه 235. الراجل قعد في خصومه مع كاليستوس واوربانوس وبنتيانوس ومفيش مشاكل يعني، وهو محروم من ايام كاليستوس، نو بروبلم، وهو بيعتبر نفسه عارفين فكروني بايه؟ فكروني ان بعد ما السيسي بقى هو رئيس جمهورية مصر واسمه ايه ده المخلوع
مرسي كان في السجن، كان لما يروح المحكمه يقول لهم ده انا رئيس جمهوريه مصر العربيه. مصمم ان هو الرئيس وان اللي موجود دوت مش هو الرئيس، ده عمل نفس الحكايه. نكمل. وحدث ان بعدين هناك الصلح واستقال من الاسقفيه، هو اصلا كان مين عمله اسقف؟ ما يعديها يعني. بحسب تقاليد الكنيسه الغربيه لا يتركوا لكنيسه روما حريه اختيار اسقف اخر لها، حيث تنايح في المنفى، تنايح مش استشهدها في المنفى، فقام البابا التالي فابيانوس باحضار جسديهما من المنفى، حيث دفن البابا الشرعي في مدافن الباباوات، اللي هو اسقف الشرعي ممكن كده، في سراديب كاليستوس المشهوره، بينما دفن القديس هيبوليتس، ده اصلا مش اسقف من اساسه وزاد محروم، دفنه في مدافن خاصه في تلال الفاتيكان. ماشي كده. بس كنت عايز اقول لك، خدت بالك هو ازاي بيخفف من الحكايه؟ ايه بقى حكايه البابا المضاد دي؟ طبعا لو عايزين يوصفوا له هرطقه وده محروم وماش عايز، يعني دي سهله جدا. اسمع بقى الكارثه اللي جايه احنا بنتكلم عليه بقى، ده بقى فكره اللاهوتي. احنا قلنا ايه؟ هنشوف شخصيته وفكره يعني ايه وكتاباته، هناخد حته صغيره كده من فكره اللاهوتي. ده برضو من موقع تكلة، مش انا اللي بقول يعني، دول كاتبين اقل ما ينسب له من اخطاء. يعني بيقول لك كان هيبوليتس، اسمع الفرقعه اللي جايه دي، كان هيبوليتس من اوائل من تحدثوا عن دور السيد المسيح في تأله الانسان. انا مش بصدد شرح موضوع في تأله، انا ما ذكرتش الحكايه دي، انا عارف ان احنا شركاء الطبقه الالهيه، بس ما حدش يبعت لي يقول لي ايه الموضوع ده يعني. ده موضوع قالوا اهو هيبوليتس، وقالوا اثناسيوس، وقالوا ابو مؤار. لو اللي يركز كنا قلناها في ابو مؤار لما قال ان هيمتلئوا باللاهوت. المهم، اذا هيبوليتس كان بينادي ايه؟ بتأله الانسان. جميل. فالتأله بالنسبه اليه هو التحرر من الشهوات وكل الشرور، ويتابع قديسنا ما شاء الله. لا عايزين ياكدوا قائلا في هذا السياق، فالمسيح الاله التام هو الذي قرر ان يغسل خطيه البشر ويجدد تجديدا كاملا الانسان القديم. فمتى اقتديت بصلاح من هو صالح تصير شبيها به، وبالتالي به، وتنال منه الاكرام. فالله لا يفتقر عندما يجعلك الها لمجده. هكذا يتاله الانسان بالايمان بالاله الحقيقي، يعني اول ما تؤمن تبقى اله، فيكون له نصيب بقى في الخلود، ويكون في ملكوت السماوات رفيق الله ووارثا مع المسيح. انا هكمل برضو موقع تكل بيقول ايه. على الرغم من بعض الاخطاء، يا حبيبي كل ده وتقول لي بعض الاخطاء اللاهوتية التي نجدها هنا وسمة في كتاب هيبوليتس، والتي رفضتها الكنيسة بعد مغادرته هذه الدنيا، تكرمه هذه الكنيسة المقدسة ايوه نفسها في 30 من شهر كانون الثاني لكونه شهيدا. جابوها منين شهيدا دي؟ هو حطنا في حته تانية. قال لك اصل الحقيقه الجزيره اللي كان فيها كانت العيشه فيها صعبه، فاللي بيموت فيها هناك يعتبر شهيد. يلا اتكل على الله. لكونه شهيدا، وشهاده الدم هي الشهاده القصوى التي ما بعدها شهاده. يا حبيبي يعتبروه لبسوه لهذا الشهيد، وقال لك بقى ايه؟ شهادته دي تغطي على كل هرطقاته. طب ما انت ممكن تقول يعني اتباع اريوس ممكن يقولوا على اريوس نفس الكلام، الراجل شهيد وحتى لو غلط برضه نو بروبلم. الكارثه ان بعد كل ده انتم ماسكين في كتاباته، لسه ما خلصتش. احنا 18 دقيقه لغايه دلوقتي بس. ليه تعليق تاني؟ استنى بقى. يعني ده قديس ايوه وشهيد ايوه، يا خبر ابيض، ايه الكلام الكبير قوي ده؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي انا؟ تعالى اقول لك انا بقى كيف يكون قديسا وشهيدا وهو اصلا محروما وهرطوقيا وعمل ثوره، وده اتهم الاسقف الرسمي بانه هرطوقي، والاسقف اللي جه بعد منه حرمه، وله فكر يعني بحسب العقيده. فعلا اللي اختشوا ماتوا. حكايه بقى ان هو بينادي بتأله دي، تعالى بقى نشوف معلم الاجيال عمل ايه في الموضوع ده. معلم الاجيال قام بحرمان واحد راجل كاهن يوناني بيخدم في امريكا اسمه انتوني كونياريس. السبب ان كان في درب مقار في حد ابتدى يترجم كتابات هذا الرجل، كتب كانت كتب صغيره وجميله ولطيفه كده،
كتبوا نزلوا له كتب كتير الحقيقه، لان كانت كتب صغيره في موضوعات كده يعني هادفه، بس طبعا هو ارثوذكس يعني. فكان من ضمن الحاجات ان هو كتب عن التأله برضه، فجت فترجمت الحاجات دي في احد الكتب بتاعته، فقام معلم الاجيال بعقد معرفش ايه، وتم حرمان هذا الرجل وصدر هذا الحرمان في مجله الكرازه. يلا واحد يلا نو بروبلم، لانه نادى بعقيده التأله وده عمل في مجله الكرازه. وقام كذلك بقى، خد معايا الحته اللي بعدها، وقام كذلك بانتقاد ده معلم الاجيال القمص متى المسكين واتهامه بالهرطقه. وما زال اتباع معلم الاجيال لا ينطقون اسم الاب متى المسكين خلوا من كلمه الهرطوقي، ممكن تشوف على النت دي سهله قوي، بسبب نفس الموضوع وامور اخرى يعني، علما بان انتوني كنيارس والاب متى المسكين رددوا ما قاله بعض من الاباء، ومنهم بشهاده موقع تكلا القديس المحروم هيبوليتس، والذي بحسب معاييرهم يجب ان يكون هرطوقيا. هنبص بس دلوقتي في كتاب بدح حديثه صفحه 144 ما كتبه معلم الاجيال في الاشاره الى كتابات الاب ايه متى المسكين. نبص عليه كده صفحة 144 بدع حديثة، ده مطلعه كان يقصد به بعض الحاجات من الأب متى المسكين. الحقيقة البدع الحديثة اللي يقول لك فيه سجود عبادة وسجود احترام، البدع الحديثة يقول لك فيه شفاعة كفارية وشفاعة توسلية. المهم خلينا في الموضوع ده. مقدمة: لو أن تأليه الإنسان مع تفاصيله ورد كزلفة قلم أو كزلفة فكر، ما كنت أضعه فيها هذه الخطورة من الاهتمام، ولكنه موضوع ينتشر بين في كثير من كتب المؤلف، يقصد الأب متى المسكين، ويدافع عنه تلاميذه دفاعا مستميتا. ولو كان الأمر مجرد دفاع تلاميذ عن معلمهم كنت أعذرهم في محبتهم له، ولكن الأمر يتعدى ذلك إلى أنهم يحاولون أن يثبتوا أن موضوع التأله هذا هو فكر الآباء وتراث القديسين، وأنهم يرددون الفكر الآبائي. يا سلام، ما انت لسه شايفه وانت معلم الاجيال ولا تعلم ان أثناسيوس قال كده وبومار قال كده والقديسون العظيم اللي احنا عاملين نجيب سيرته دلوقتي هيبوليتس او قديسكم العظيم الشهيد هيبوليتس قال كده. يا سلام، اعيد الحتة تاني: الامر يتعدى ذلك انهم يحاولون ان يثبتوا ان موضوع التأله هذا هو فكر الاباء. فعلا هو فكر الاباء، يبقى مين الحقيقة مين دلوقتي اللي بيهرطق؟ حضرتك. وتراث القديسين، وأنهم يرددون الفكر الآبائي. لذلك رأيت أن الضرورة تدفعني لشرح هذا الأمر. شرحت هذا الأمر أهو يا عم، أنا مش محتاج شرحه من الموقع بتاعتكم. أخويا وأختي عادي الكلام، يبقى ده بقى هنسمي ده إيه بقى؟ إذن الآباء كانوا ينادون بتأله الإنسان، رغم أن معلم الأجيال اعترض على الأب متى المسكين وتلامذته وضعوه في خانة الهراطقة لليوم بسبب ما ردده. وانا مش طبعا مش مصدد التحدث عن الموضوع ديت، لكن اهو ادي اللي بيجرى، ادي اللي بيجرى. شفت اللغواصه اللي انتوا عايشين فيها؟ انا سوري، انا مش اقصد اقول اهين يعني او اقصد عايره، كان عايز اقول يعني اللي انت جايز غصبا عنك من غير ما بتدرى عايش في الموضوع دوت. فارجوك يا اخي، ارجوك يا اختي، راجع نفسك، المنظومة اللي انت عايش فيها دي واخدك على فين؟ بتعلمك ايه؟ يعني ما يقولك لا فكر الاباء او فكر الاباء يا عم. طيب يا عم، بغض النظر هو صح ولا غلط، بس شايف عمالين هيجين على الراجل وحطوه في خانة معرفش ايه، وفي كتبهم اهو. السؤال دلوقتي يطلع مين دلوقتي اسمه ايه ده دلوقتي؟ هيبوليتس دلوقتي يطلع ايه؟ ده شخص عمل ثورة ضد اسقف رسمي في روما، واطلق عليه وصفه بالهرطقه، ومحروم، وبينادي بتأله الانسان اللي انت اصلا يعني بتقول اللي بيعمل كده يبقى هرطوقي. وما تنساش بقى موقفه من يقول لك الجماعه اللي بي 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 بيرجعوا دول اللي هي غلطه واحده ومع السلامه، بره الكنيسه خالص، بره ملكوت السماوات. يعني هل هذا هو فكر الكتاب المقدس؟ بنعمه ربنا هنتعرض لبعض من قوانين الرسل التي كتبها هيبوليتس، والحقيقه لا كتبها هيبوليتس ولا كتبوها الرسل، ده في ناس قاعده تالف يعني. لنرى هل تتوافق مع الفكر الكتابي من جهه، ومن جهه اخرى هل تتطابق مع باقي كتب التقليد الرسولي مثل الدداخي والدسقوليه. تنسوش تشتركوا في القناه وتصلوا من اجل القناه، اعمل لايك للفيديو لو تعتقد ان يستاهل لايك، شارك مع الاخرين، وان كانت المشاركه ممكن تعمل لك مشاكل.
وانت انا رب ما جيونا نتقابل مرة تانية. سلام المسيح.